تمد يدك كأنك تصافح ولا كل هذا غير مشروع. كذلك إياك أن ترفع يديك بالدعاء اتجاه القبر، ارفعها اتجاه القبلة وتضرع إلى الله وصل على نبيك عليه الصلاة في البداية والنهاية. أما أنك تتوجه إلى قبره أو تتوسل به أو غيره فهذا هو البلاء. فعلينا أن نعرف إذن مقصود المؤلف رحمه الله في هذه الأبواب التي عقدها جزاه الله عنا خيرا، لأنه عاش في زمن وتعظيم القبور كثير والوقوع في الشرك أقوال وأفعال، لكن الله من عليه وهداه ووفقه فقام بدعوة إصلاحية بين فيها التوحيد وحقيقته وبين الشرك وخبثه وقبحه، وقيض الله له من يساعده ويعاضده ويعينه على ذلك من الدولة السعودية ولله الحمد من ذلك الحين إلى هذا الوقت، وإن شاء الله ستستمر حتى إن شاء الله يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن علينا أن نحرص كل الحرص على تنشئة أولادنا على ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام قد بشرنا في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الله ريح تأتي في آخر الزمان فتقبض أرواح المؤمنين، إذا أراد الله نهاية الدنيا فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله، فيبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. إذا هذا الباب وما بعده وما قبله كلها الأبواب كلها المؤلف رحمه الله يتدرج في بيان وإيضاح حال التوحيد والحث عليه والتمسك به وبيان الشرك والتحذير منه وبيان قبحه. وشغله على من دخل فيه سواء الشرك الأكبر أو أصغر. فعلى كل مسلم أن يقوم في البداية على من تحت يده، ثم من يستطيع نصحه وتوجيهه، لا سيما في البلاد التي فيها تعظيم القبور مشهور وموجود كثير، وقد وضعوا قبورهم في المساجد مع الأسف. ففي البداية ربما يكون عندهم من باب الاحترام، ثم يكون بعد ذلك عبادتها والخضوع لها والطواف عليها، نسأل الله السلامة. نعم. وقال شارح في قوله: والغلو في الصالحين. قال: أول درجة